السلام عليكم خوتي الأعزاء، مرحبا بكم في قناتكم محمد آدم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. خوتي رانا عند قبر الرومية، وهذا هو التيكي اللي شريناه، والدخلة خوتي ب 12000 للواحد. هذه هي الحاجة الأولانية، ومن بعد خوتي نكمل لكم التصوير. المهم هذا هو، الله يبارك ما شاء الله كبير. ندخلوا نحوسوا شوية خوتي الناحية الآخر، ومن بعد نكمل لكم التصوير. صلى الله على رسول الله. السلام عليكم خوتي الأعزاء، مرحبا بكم في قناتكم محمد آدم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. خوتي الأعزاء، اليوم رانا في الضريح الملكي الموريتاني، وهذا الضريح الملكي الموريتاني جاي في تيزي راشد، هو ضريح ملكي. احنا نقراو لكم على كل حال من جوجل باش ما نطيحلكوش بطاطا خشينة. هو ضريح ملكي نوميدي يقع في غرب الجزائر العاصمة بحوالي 70 كيلومتر، مصنف معلم وطني وتراث عالمي من طرف منظمة اليونسكو. وخاوتي الموقع تاعو قلت لكم جاي في سيدي راشد ولاية تيبازا. المهم خاوتي كاين مناظر رائعة جدا، وهو شباب هذا احنا نصوره من الجهة اليمين. هيه هو انا جينا منه خاوتي، علاه جيت منه بديت لكم منه باسكو خاوتي كاين واحد المنظر منه راسك يحبس و اصبر شنو صوتي. ومن هي خاوتي كما راكم تشوفوا هنايا كاين واحد المناظر رائعه. مالغري اليوم خاوتي نهار تاع الشتاء وراهي، بصح جيت انا قلت خويا مادام الواحد نواجي هذا خاوتي جبل شينوا. تحيه الكريم صاحبي عايش معايا في المانيا بلادو منا في غورايا، وهذه من خاوتي تيبازا هذا اللي تشوفوا فيها. المهم خاوتي كاين مناظر رائعه جدا، والبحر منا اون فاس خاوتي والله غير واش نقول لك واش نخليه. كاين واحد المنظر ثاني خاوتي شباب منا، وشنو خاوتي واحد يقول الحقيقه، هذه البلاصه نقيه وهاولي ممنوع التصوير، ممنوع الاخر، ممنوع بصح ما ظنيتش ممنوع التصوير وممنوع الكاميرا باسكو امبوسيبل. هذه يمكن بلاك تاع بكري خاطرش لانه تليفون فيه كاميرا وفيه تصوير او فيها فيديو وفيه كلش. وكما كنت دائما نقول لكم وابدا هاوليك النظافه من الايمان، كونك متحضر هاوليك والنظافه من الايمان باش تعرف بلي الناس كانت تجي هنايا وكانت تتوسخ، ومن بعد مع مرور الوقت سقموها الله يبارك ما شاء الله ولات هايله. وهايليك البلاصه اللي كنت نقول لكم عليها رائعه جدا خاوتي، والله مناظر رائعه. وتمنيت اي واحد يتبع فيا ومنا تمنيتو يجي ويجي ويحوس معايا ونتلاقاو مع احبابنا وخاوتنا. على كل حال نزيد نعاودها لكم، البلاصه الوحيده اللي جيت ليها ولقيتها نقيه هذه هي. اقعد معايا صلي على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وضرب اللايك اللي مازال ما ضربش اللايك، واللي مازال ما اشترك يشترك ويفعل الجرس. دوكا خاوتي نزيدو ندوكم جالي من هي ونوريو لكم الحاله كيفاه دايره. صلي على رسول الله. معلومه برك خاوتي، واحد المعلومه اللي هي اصبر تشوف ابراهيم تيكرها عندك. ايوه عندي هذيك الدخله للضريح ب 12000 12000 للواحد، اكو فاهمين خاوتي 12000 للواحد الدخله، والباركينج ب 10000 اللي يجيب طوموبيلاتهم ولا. ربي يحفظ الجميع، بعد الفاصل سنواصل. صلى على رسول الله. عدنا والعود احمد خاوتي هاليك باش تعرفوا ورانا وكيفاه اسمه وكاع كل شيء. الضريح الملكي الموريتاني خاوتي هذو كاين هنايا، تحب تقرا حنا ما عندناش الوقت بالاون فرونسي ادي هنايا اونارا. الضريح الملكي الموريتاني هو مبنى دائري الشكل يقع على الطريق المؤدي من الجزائر الى شرشال، مقاييسه مدهشة يبلغ محيطه 185.5 متر وقطره 60.9 متر وعلوه 32.4 متر. يبرز في الخارج 60 عمود من النمط الايوني واربع ابواب خفية. يمكننا الدخول الى الضريح عبر باب سفلي وضيقة توجد تحت الباب الخفية الناحية الشرقية. والمشكل خاوتي هنا ما كاينش هنايا جيت توريستيك اللي يجي يحوس بك ولا يطور بك، هذا هي برك حاجه اللي ماش عجبتني. في الداخل وبعد المرور على القبر ودهليز نصل الى رواق دائري الشكل، به قبران اخران الثاني مزين بثلاث تجاويف غربا
شمالا وجنوبا. هناك مباني أخرى بنيت على نفس الشكل بالجزائر، نذكر من بينها المدغاسن بباتنا والضارح المكشوف غير بعيد عن سيك تلمسان. المهم خاوتي هذا هو ورانا ونجوكم منك. كيما هذه هي الدخله خاوتي منا برك باش من الطين، معليش نقزوا على جالكم اسيدي. ها اصبر، بسم الله خاوتي الدخله خاوتي راهي منهي. وهذه هي، هذه هي خاوتي الدخله. كي تدخل تلقى هكذا، من احنا صورنا في وحده من الجهه اللي من هي. عبا قلو كان نروح خاوتي نوقف الهيكة نولي نبان قد البعوشة، اكو فاهمين؟ مثلا ها شد الشوبر هون، ها باش نبان انا برك شوف قد من وراني قريب، وراني قريب. بعد هذا نروح الهيكة سما نولي باغي شوية. هذا هو، هذا هو الباب اللي كان يقول لكم كاين زوج ابواب وتدخلوا منه كاع. خاوتي قلت لكم ما كاش شكون اللي، ما كاش شكون اللي مرشد سياحي، ما كاش. وهنا الكتيبه كاينه خاوتي، لازم شوف 1888، بصح هذا قبل 1888، يمكن كي جاو لي فرونسي ومن داروا فيه. كاين هذا خاوتي ابراهيم، نروح نزيدو نسيحو الهيكا. كاينه هذا خاوتي الدخله اللي راهي هنايا، وكاينه دخله ثانيه مقبله شفت واحد الناس يتصوروا فيه الهيكا ثاني ما شاء الله. مازال ما رحناش ليه، ولا انا رايح ليه انا وياكم كيف كيف. اصبر تشوبك، صلوا على رسول الله خاوتي. حاجه الاولانيه، حاجه الثانيه اللي مازال ما اشترك يشترك معنا ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. كاين الباب الثاني راهي هنايا خاوتي، وكاين واحد المنظر هنا مليك الفاميليات ليك، كاين واحد المنظر رائع جدا هاملك هنا يا خاوتي. الله يبارك كبير. وشنو خاوتي راكو تعرفوا، بارطاجي الماكسيموم باش الفيديو هذا يوصل الاكبر ناس باش يجوا يزورونا في الجزائر. وهذه البلاصه نقيه خاوتي ما شاء الله، هاوليك اللي كنت نقول لكم عليها. هايلي منا، هايلي هذا هو الباب الثاني. بسم الله يا ربي. المهم خاوتي راهم غالقينها بسم الله، ولازم هنايا لازم باش يفتحوها لك هذه، معناتها لازم ماهيش مفتوحه على كل حل الناس. مادام راهم غالقينها هكذا تسمى باين بلي كي يجوا يفتحوها لازم يكونوا ما على باليش امر هكذا ولا. باسكو خاوتي الريحه شويه خاوتي، باسكو كلشي مغلوق لداخل الريحه تكون شويه. بصح ما شاء الله، صلي على رسول الله. ودوكا بعد الفاصل سنواصل، قعدوا معنا. الريح راه شويه خاوتي واسمحوا لنا. عدنا ونعاودوا احمد وخاوتي برك، كاين واحد الانسان هنا تلاقينا معاه عطانا معلومه، قال لك هذا القبر هذا يوبادو سيلين بنت كيلوباترا مدفونه هنا، وسيلين هذه كان راجلها يوبا اثنين، معناتها تسمى يقولوا انا كنت نعرف هذه المعلومه، يقولوا باللي من كثر كان يحبها بزاف بنى لها قبر هذا كاع، بنى لها على جال معناتها هي غير صغيره وبنى لها هذا القبر كاع. المهم هذه هي باب عزيزي، صلوا على رسول الله ونروحوا لهيكا نزيدوا نضربوا واحد المنظره رائعه جدا. صلوا على رسول الله. عدنا والعود احمد وخوتي، بعد ما ضربنا دوره بعد ما ورينا لكم حوايج نسيسار، ما فيش حوايج بزاف خوتي. قبر الروميه كما يقولوا له بالدرجه، ما فيش كاين زوج بيبان، وهذا هو قبر قلنا تاع سيليا بنت كيلوباترا اللي راجلها يوبا اثنين، وهذه هي. وما كاش لي تورستيك اللي يقدروا يشرحوا لنا اكثر. بصح خاوتي هذا هو هنايا، ونحبسوا الفيديو ندور لكم برك الكاميرا ديريكت خاوتي. منظر رائع منا، منظر شباب بزاف هايل تبارك الرحمن. وشنو السلك راه مخسرها بصح معليش. المهم خاوتي منظر رائع. المهم منك يدور هكذا نخرجوا فيه. وش نقول لكم،
اضرب اللايك، دعم اخوك، اشترك وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. صلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المحمد كما صليت وسلمت وبارك على ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. تلقاو في الخير يا وجوه الخير. السلام عليكم.